السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على طاجين ديال الحوت، تيجي لذيذ بزاف بالخضر. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال اعجابكم. انا يلا طفيت عليه كيف كتشوفوا، وغادي نعطيكم طريقتي في التحضير ديال هاد الطاجين هذا. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في قناة، كذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. وكذلك ما تنساوش غادي نحط لكم يوميا وصفات متنوعة ومختلفة. كنتمنى انكم تستناوني ونخليكم تتابعوا معايا الوصفه ديال هذا الفيديو. غادي نبداو على بركه الله. وغادي نحتاجوا في هذا الطاجين اللي غادي يكون طاجين ان شاء الله غادي يعجبكم. عندي هنا واحد جوج حوتات قطعتهم بهذا الشكل كيف كتشوفوا. اي نوع ديال الحوت نتوما كيعجبكم. عندي كذلك هنا الخضره. بالنسبه للخضره غادي نحتاج جوج خيزوات صغار، كتبقى الكميه على حسب عدد افراد الاسره. عندي هنا جوج بطاطات صغار، بصله، مطيشه كنخليها بالقشور ديالها، كنحيد لها غير هاد الفوقاني ديالها. عندي كذلك فلفله حمراء وفلفله خضراء. غادي نحتاج واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، ثلاثة الفصوص ديال الثومة. كيف كنعرفوا الحوت كيحتاج العطرية بزاف وكيحتاج الثومة. عندي واحد ضامط البنة ديال الحوت. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج سكنجبير، تحميرة، كمون، شوية ديال القزبر يابس مطحون، الإبزار، والخرقوم بلدي. غادي نحتاج كذلك الزيتون، وانا اختاريت الزيتون هنا خضر بلعظم، نتوما كتختاروا الزيتون اللي بغيتو. عندي واحد جوج طريفات ديال الحامض، وعندي عصيره الحامض او الخل اللي كان متوفر عندكم. طبيعه الحال غادي نحتاج الملحه. صافي هادو هما المكونات، وكذلك زيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ اناء غادي ندير فيه التوابل اللي سبق عليا ذكرت. التوابل دائما كيبقاو على حسب الضوء ديالكم، يعني ممكن تزيدوا من الكميه كيف ممكن تنقصوا. غادي ندير مركز الطماطم، معلقه كبيره، ضامط البنة ديال الحوت اختياريه، يعني فاش غادي نديروها ما غاديش نكثر معها الملحه. غادي نحك واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه. ضروري الحوت كيبغي الثومه وربيع يكونوا كثار والعطريه باش يتغطى هذاك المذاق ديال الحوت، ميبقاش داك الحوت النكهه ديالو مجهده. ومن الاحسن كل مره قطعوا الحوت الا كان عندكم الوقت، مثلا كترقدوه بحال اليوم والغدا باش كديروه للغدا، كل ما تشرب بزاف العطريه كيجي لذيذ. انا بعدا عندي ضروري مره في السيمانه الحوت، هو من الاحسن يكون اكثر من مره، ولكن مره في السيمانه الحوت حيت كنبغيو غير نتغداوه ونديروه ديريكت طري، يعني ما كنبغيوش نديروه في الثلاجه. داكشي علاش كنديروه غير مره في السيمانه، اغلبيه كنديرو السبت. غادي ندير قزبر ومعدنوس، غادي ندير شويه قطيرات من عصيره الحامض، ممكن ديروا حتى الحامض طري. غادي ندير تقريبا واحد معلقه كبيره. غادي ندير شويه ديال الملحه، ما غاديش نكثر كيف سبق لي ذكرت ضامط البنة تكون مالحة. صافي هادشي هو اللي غادي ندير. غادي نضيف مازال زيت الزيتون، والحوت كذلك كيبغي زيت الزيتون يكون كتير. غادي نخلط كلشي مزيان، غادي نوريكم اكثر هاد العطرية ديالي كيف كتجي.
هاد العطريه راه غادي نديرها في غادي نديرها في الحوت وكذلك في الخضره، يعني راه هي هذيك كيف كتشوفوا مع هذيك معلقه ديال مركز الطماطم. غادي نضيف فيها شويه الماء باش ما تبقاش خاطره. كيف شفتوا زيت العودره ما كثرتوش حتى الاخير فاش كنرتب الخضره في الطاجين، عاد كندير واحد الخويطات ديال زيت الزيتون من الفوق. هذه هي التوابل ديالي ديال الحوت كيكونوا هكا. ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالي في تحضير الطاجين بالحوت. الا عجبتكم خليوها ليا في التعاليق، والا بغيتوني نزيد لكم اطباق اخرين من الطواجن خليوها ليا في التعاليق. غادي ندير لكم ان شاء الله اسبوع ديال الطواجن اللي غادي يكون مختلف. في مره غادي ندير لكم بالدجاج، مره باللحم، كل مره باش ان شاء الله ينال اعجابكم. هذا هو الطاجين ديالنا، غادي نقطع فيه بصله دوائر، كنفرش ليه البصله هي التحتانيه، ما نديروهمش غلاط بزاف وما نديروهمش رقاق بزاف، يعني متوسطين. دابا من بعد ما ستفت البصله غادي ناخد شويه من هاد العطريه وغادي نديرها من الفرن. باش تجي الخضره كامله شارب العطريه ماشي غير الحوت. دابا ثاني حاجه غادي نديرها هي خيزو مقطع دوائر، ممكن ديروا غير بصله وماطيشور فلفله، انا كنفضل نزيد بطاطا حيت الدراري كيعجبهم بطاطا وخيزو. ودائما كديروا الكميه اللي نتوما محتاجينها. غادي نرش مره اخرى شويه ديال التوابل. اصلا فاش غادي ندير الماء راه غادي العطريه غادي تعوم في الخضره، يعني كاع الخضره غادي تاخذ حقها في العطريه. غادي نزيد طاطا حتى هي دوائر، غادي ندير مره اخرى العطريه. غادي ندير مطيشه حتى هي دوائر، مطيشه غادي نحيد لها الزريعه. علاش ما درتش مطيشه فوق الحوت؟ حيت المطيشه كتطلع الماء، وهذه طريقتي في التحضير ديال الحوت. بما ان المطيشه كتطلع الماء كتسرد لينا الحوت، وانا كيعجبني الحوت يكون ناشف ما يكونش سارد، داكشي علاش كندير مطيشه هنا هي الثانيه عاد كندير فوقها الحوت. غادي ندير حتى هو شويه ديال التوابل، دابا بقى لي الحوت. كنخلي الطاجين ديالي على جنب وغادي ناخذ الحوت نديرو في العطريه، حيت بقات ليا غير الفلفله والزيتون. غادي نحاول ان الحوت يشرب العطريه كامل، الحوت اهم من الخضره في العطريه. حتى الوسط بحال دابا هنا حلوها ونديرو العطريه.
غادي نحط الطاجين. دابا هنا بقات لي شويه العطريه غادي نخليها حتى الاخر هي اللي غادي نضيف لها الماء ونخويه من الفوق. دابا غادي نقطع الفلفله بشكل طولي. بغيتو ديروها دوائر حتى هي ممكن، انا بغيت نزين بهذه الطريقه. غادي ندير فلفله حمراء حتى هي. دابا بقى ليا الزيتون، غادي نحط الزيتون ديالي حتى هو هكا. غادي نخلي الطاجين ديالي على جنب. غادي ناخذ هاد العطريه اللي شاطت ليا، غادي ندير فيها كاس ديال الماء. هذا فاش غادي يطيب لينا هذا الحوت، ما غاديش نزيد من فوق هذا الكاس، ولكن العافيه كنديروها مهيله. من الاحسن الا كان عندكم الفاخر والمجمر يعني كطيبوها فوق المجمر وكتبقى طيب على خاطرها. دابا غادي ناخذ هذا الماء ديالنا وغادي نديرو هكا، كاين غادي نخويه في الجنب اكثريه باش ما تمشيش لينا ديك العطريه اللي درنا في الحوت. صافي دابا غادي نديرو فوق البوطه حتى يطيب على خاطرو، العافيه تكون مهيله. ومره مره كنجي كنهز الماء من هنا وكنرشو من الفوق حتى كيطيب على خاطرو، نطلعو ان شاء الله من بعد ما يطيب، ولكن مره مره نطلعو عليه مع بعضياتنا. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما تقريبا راه طاب، خصو غير يشرب الماء، راه كيطلع الماء كثير. هذاك الكاس هو اللي درتو، ما ضفتش ليه شي كاس اخر. كندير بحال هكا باش حصل الفلفله والحوت يشربوا من هذيك العطريه. دابا غادي نخليه على خاطرو حتى كينشف، العافيه راها مهيله. كاين اللي كيبغي يخلي فيه الماء ولكن ماشي بهذه الدرجه كاع، ولكن انا كنفضل الحوت يكون ناشف غير شويه وصافي. كيف شفتو هنايا راه درت واحد جوج طريفات ديال الحامض مصيه. صافي دابا نخليه مره اخرى حتى ينشف، ديرها معلقه هنا باش ما يفيضش. دابا كيف كتشوفوا الطاجين ديالنا ها هو راه شرب الماء، بقى فيه غير شويه، غادي نصبر عليه مازال. وكيف كتشوفوا مشهي. صافي هذا هو الطاجين ديالنا، كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد، ونخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.